طب ارجع شويه، اداره التخطيط في القوات المسلحه، لو رجعنا شويه قبل 10 رمضان، ازاي اختارت التوقيت ده؟ الحكايه بتاعتها كانت عامله ازاي؟ ما نشر في الجرائد الرسميه عن عمره رمضان وخروج الضباط المصريين لاداء العمره، كل الاشياء دي ازاي تضافرت علشان ينجح هذا اليوم؟ نبدا من اداره التخطيط. شوف، اولا هو بدايه التخطيط كان لازم اعرف المستوى انا وصلت فين او عندي ايه امكانياتي. انا ما حاربتش في 67، عملت عمل استنزاف في خلال الفتره من 67 وحتى بدايه السبعينات، دي كانت كلها مرحله في اللي هي مده ال1000 يوم الاولانيين، دي قسمت على 3 مراحل وكانت النتيجه بتاعتها احداث خسائر كبيره في العدو. بدات منذ هذه اللحظه في اعداد القوات المسلحه. انا بدات من يوم 7، يعني بعد 5 يونيو، من 6 يونيو بدات 5 ايام وعملت ملحمه، 21 يوم عملت ملحمه، 21 اكتوبر عملت ملحمه، يعني في كل ده ماشي متزامن مع بعضه بعد 67، الى ان وصلت في النهايه ان انا مجموعه من الملاحم البطوليه اللي اجرتها عناصرنا وقواتنا المسلحه اللي اثبتت بما لا مجال للشك انها فعلا ما حاربتش في 67، وكان لازم نترجم ده الارض واقع، احنا ارضنا مسلوبه، وبالتالي لازم فبدات مرحله التخطيط. انا عندي موانع، تحدي عباره عن تحديات متمثله في ايه؟ متمثله في عبور قناه السويس، اولا انتقال القوات من غرب الى حد خط القناه بالزبط. ثم عبورها، طب العبور ثم التغلب على المانع المائي الاول ثم الستر الترابي، يعني وانا قدامي كده، ثم بعد ذلك النيران اللي جايه من العدو. الاثنين دي بدايه ونهايه، يعني بدايه النيران عشان القوات الجويه والمدفعيه اللي بتقصف عليا وانا في الغرب، او المزاغل الناريه المفتوحه اللي في الفتحات اللي في الساتر الترابي اللي بتستهدفني وانا راح اكمل عمليه العبور. فكان لازم اعمل دراسه مستفيضه لكل هذا الكلام، لازم اجهز طرق، اجهز قوات، اعمل مواقع هيكليه انقل ده عشان انقل القوات من الى من غرب القناه الى الخط الامامي. طيب عملت خطه الفتح الاستراتيجي باحترافيه شديده، بدات اعمل التدفق على المعابر، انا عندي كذا معبر ادبر لهم الوسائل، يبقى لازم يبقى عندي اليه للتعاطي مع المعبر ده في ظل مد وجزر، لازم اتغلب على هذا الكلام، يبقى عندي اليه ايضا للتعاطي مع الحدث ده، كل ده في اثناء العبور. طب لو ضرب احد الكباري او احد المعابر، ايه الاجراء؟ عمليه المناوره والتبادل والتوافيق، وده يجي فين وده يروح فين، لان دي تشكيلات وقوات متحركه في مسار، فلازم يبقى عندي فلسفه وعندي استراتيجيه في مهاره التخطيط هنا، ما انا بخطط وانفذ ازاي. طب الكلام ده اجري عليه تجارب؟ اجري عليه تجارب بالكامل، كل اللي انا بقوله بحكي على حضرتك عليه ده اجري عليه تجارب بالكامل في اطار خطه تعبئه تمت للقوات المسلحه في مرحلتين قبل الحرب، واحده في مايو واحده في اغسطس. فبالتالي برضه قال لك ده بيصرف 20 مليون على كل مره ولا 100 مليون على كل مره، مش هيقدر يعمل حاجه الكلام ده بقى مره ثانيه في ظل دوله يعني فقيره ماديا وكده، فمش يعني ده ايضا في اطار خطه الخداع. وصلت ان انا بدات قواتي تصل الى غرب القناه استعدادا للعبور، عملت الكباري ونصبتها والمعديات والمعابد بالكامل اكتملت، بدات خطه التدفق مع التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب بدات العناصر تصل الى شرق القناه. طيب شرق القناه موجود فيه ساتر ترابي والميه فيها نبلط والمزاغل النيرانيه بتستهدف القوات اللي في النقاط القويه، فعندي ايضا تحديات بتقابلني اهي متمثله في كثير من الامور اللي ممكن تفشل المعركه والعمليه، فكان لازم يبقى عندي اليه لفتح الثغرات، وهنا يجي دور العبقري باقي زكي رحمه الله عليه اللي قال يعني ادانا فكره الترمبات. طب ازاي نجيب الترمبات في البدايه في اثناء التخطيط ونجهزها؟ يبقى عندي فكره برضو ازاي اجيب الترمبات دي واجهزها وتبقى موجوده عشان تقدر تستخدم في هذا المجال، وكيفيه خداع الجانب الاخر ان انا اجيب احد الانواع اللي تقدر تنزل لي 250 متر في المره الواحده فالدفع الواحده، فبالتالي عندي انا عندي فرايتي كان 50 و100 و250 فاخدت الاقوى والانسب عشان كل ده بسهل وبسرع عمليه ما المناوره دي. انا عملت 322 على تجربه عبور في مكانين، في انشاص وفي الرياح البحيري في قرب بعد القناطر كده بشويه، مناطق مماثله للقناه واعمل فيها التجربه، واعمل الساتر التراب وازاي اعمل عمليه الخلخله دي في الساتر. طب بعد ما عبرت اكيد بطبيعه الحال لما الميه بتقذف على الساتر الترابي الميه بتنزل، فبتنزل على القناه. طب ما تراكم او ما تبقى من المياه دي بيعمل عمليه بنسميها الروبه باللغه العاميه، اللي هي الارض اللي تعمل عمليه انزلاق للعربات حاله وجودها على الايه؟ على اول ما تطلع من الكوبري تطلع على الطريق تقوم نازله تاني في المياه نتيجه ايه؟ ان ما فيش فرامل كده تمسكها، اتزان
في ميه نازله منهمره، في ارض مش سويه مش ثابته، فبالتالي كان لازم يبقى عندنا اليه لتواجد هذا الكلام عشان كده ندفع معدات هندسيه في البدايه، او يبقى فيها قلابات موجود عليها بعض الدبش او عناصر مجهزه بحيث تعمل عمليه يعني طمس للمنطقه اللي فيها روبه دي، وبالتالي تستطيع العبورات الاقتحام. طيب اللي بيعبر ده النبالبي دي لازم يتقفل، لان لو ما اتقفلش هيبقى في مشكله، المشكله تتمثل في ان النبالبي ممكن يخلي القناه حاله من الاشتعال 22 متر ب 400 درجه مئويه درجه حراره، فكل ما هو موجود كائن حي موجود على سطح القناه كان هيبات، فبالتالي كان لازم نتغلب على هذه الفتحات ونقفلها من خلال السابقه للهجوم. طب المزاغل النيرانيه تيجي هنا، البطولات اللي تجسدت زي كده محمد ايمن شويقه في 2016، عندنا ابوه وجده وعمه ابطال برضه الشهداء عشان احنا بنحتفي بشهر مارس بيوم الشهيد. ايه البطولات اللي عملت كده؟ عملوا ايه؟ طلع بجسده الى مزغل النيراني ده ورمى القنبله ما انفجرتش، يعمل ايه؟ قام داخل بجسده على الرشاش فجسده يسد الفوهه اللي طالع منها الرصاص بجسده هو، يستشهد لسبب ايه؟ يعمل ايه الاستشهاد ده؟ ايه نتيجته؟ ان زمايله كملوا الملحمه. ده اللي عمله محمد ايمن شويقه في 2016 لما لقى احد يعني الارهابيين مفخخ بعبوه ناسفه وجاي يحتضن يرمي في زملائه عشان في عمليه المداهمه ما تتمش، راح احتضنه وجري بيه ابعد مسافه 300 متر تقريبا الى ان خرج قواه من الجري فقدر تمكن الارهابي انه يدوس على الزر بتاع التفجير بتاع الحزام واستشهد البطل الشهيد. دي الملاحم البطوليه اللي بتاكد ان مصر الحمد لله دي العقيده الصلبه لكل جندي مقاتل، عقيده واراده مع تخطيط جيد قدرنا نحقق النجاح. استمرار لهذا العمل ما لازم خطينا بقى بعد ما عاد النصر بدات مع ملحمه السلام من منطق القوه الى ان وصلنا الى استعاده طبا برضه في شهر مارس 19 مارس صحيح.